هداف بطولة أوروبا تحت 19 سنة في 2012 بخمسة أهداف، والحاصل على الحذاء البرونزي في كأس العالم للشباب في تركيا بخمسة أهداف. بينما راموس في الجهة البعيدة وصلت كارفخال، الله على المرور، الله على العرضية، الله على المتابعة، خيسي عرضها بنزيما، يا رب من كريم إلى مستحق، من كريم إلى مستحق، هو كريم والريال يستحق التقدم الآن. بنزيما تأخر في الوصول إلى الملعب مع الفريق، لكنه لا يتأخر في الوصول إلى المرمى في شوط المباراة الثاني. الله يا خيسي، الله يا كريم، الريال ينتفض، يسجل، يتقدم، عرضية رائعة من كارفخال. يرسل الكرة إلى خيسي رودريغيز، كريستيانو يطلب الكرة، كريستيانو في المساحة لكن يتأخر، الآن خيسي إلى كريستيانو، كريستيانو يبحث عن مكان، كريستيانو تصويبة باتجاه المرمى، ولكن الكرة سهلة. من التصويبات النادرة لكريستيانو رونالدو في مباراة اليوم، لم يجد الفرص الكثيرة للتصويب، المساحات الكبيرة كان مراقب في أغلب الأوقات. الكرة الآن عرضية، كريم، كريستيانو، يا رب في كل مكان تسمع أن الشعب يريد، إلا في مدريد في البرنابيو الملك كريستيانو يريد، الدون يريد، كريستيانو يعود، كريستيانو يسجل، كريستيانو في اليوم الذي يقف فيه البرنابيو دقيقة صمت لوفاة أوزيبيو، يقفون الآن دقيقة جنون لعودة الدون، دقيقة فرح لعودة الملك، الملك يعود إلى البرنابيو، يهرب من الرقابة، يتلقى العرضية، كريستيانو يسجل أول أهداف العام الجديد، أول أهداف العام الجديد. ريال مدريد يبحث عن هدف ثالث أخير بعد أن ضمن الفوز في هذه المباراة في الوقت بدل الضايع. مارسيلو بالكرة العرضية، عدت، كريستيانو استلم، كريستيانو، يا الله، يلغى الهدف، لا يحتسب في اللقطة الماضية بعد كرة عرضية من مارسيلو. في هذا الوقت كريستيانو ما كان متسلل، كريستيانو ما كان متسلل، لكن جارث بيل يتسلل الآن، كريستيانو، يا رب، قربا الكرة الذهبية مني، إن قولي مطابق لفعالي، إن قولي مطابق لفعالي، إنه يرسل الكرات الذهبية في كل مرمى، إنه ليس مهووسا بها لكن محبوه مهووسون بكل ما تقدمه أقدامه الذهبية، رؤوسهم، عرضياتهم، كراتهم، ضرباتهم، تمركزهم، في الريال هو الملك، في الريال لا تسمع إلا الملك يريد، الملك يريد، القطار جارث بيل يصنع الطريق.